السلام عليكم، ازيك يا اولاد؟ رجعكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا راح اسوي فيه انبوكسنج للجهاز اي لايف زد اير اتش 2. طبعا الجهاز هذا من اسخف الاجهزه الموجوده وارخصها سعر، تقريبا سعره 500 ريال سعودي شوي. طبعا وش يعطيني الجهاز هذا؟ يعطيك اول شيء في معالج انتل انسايد اللي هو سيريون، اللي هم معروف اللي هو زي الاتوم او اتوم سيريون، معالج لا بأس حق تصفح، حق مثلا انا كطالب جامعي او اي طالب جامعي يحتاج لابتوب صغير وخفيف عشان ياخذه معه للجامعة تصفح، يحمل فيه على برامج للجامعة، يحمل فيه كتب، يحمل فيه المحاضرات، اشياء بسيطة عشان بس تساعدني في الجامعة تنقل فيه، يكون وزنه خفيف، وزنه تقريبا 1 كيلو و300 جرام، فوزنه خفيف جدا. طبعا الجهاز فيه اللي هو الانتل انسايد السيريون، وفيه الويندوز 10، وخليني اقلب العلبة واريكم مواصفاته اكثر. بسم الله. طبعا شاشته اللي 14 انش اتش دي، مو فل اتش دي، اتش دي، وهذا المعالج اللي هو انتل سيليون اب تو 2.4 جيجا هرتز، فشيء مش بطال. جرافيكس يقول ان في جرافيكس كارد، ما يهم، ما يهمنا اصلا هذا الجزئيه، يعني كرت شاشه فيه ضعيف جدا ما يشغل لك يعني الا ممكن كونتر سترايك ليج اوف ليجندز بس. الرام فيه 3 جيجا بايت دي دي ار 3، مش بطال، شيء يعني كويس على حجم الجهاز. وطبعا فيه ستورج اللي هو 32 اس اس دي عشان تشغيل الجهاز يشغل سريع وتمام. وطبعا فيه اللي هو الستورج اللي هو اللي هو عندنا كرت، مو كرت، اللي هو التخزين المنفصل 500 جيجا بايت اذا بتحمل عليه مثلا ملفات افلام اللي هو يعني، ف 500 جيجا فشيء ممتاز جدا. في كاميرا 0.3 ميجا بايت ما يهمنا ابدا. وفي ميني اتش دي وثلاثه يو اس بي بورت، وفي اللي هو الوايرلس، وفي بلوتوث 4.0. طيب هذا هو الجهاز. طبعا لون الجهاز اللي اخذته انا اللي هو الجولد. بس افتح الجهاز وارجع لكم. طيب رجعنا لكم بعد ما فتحنا العلبه. طبعا الكرتون تصميمه خرافي صراحه من جوا. في هنا الاكسسوارز، الاكسسوارز طبعا ما في الا الشاحن، شاحن الجهاز، وهذا كرت الضمان اللي يجي معه، هذا ما نحتاجه الحين. ولا تنسوا تعطونا ثامز اب على فيسبوك زي ما يقولون، انا ما ادري في احد يستخدم فيسبوك هنا ولا لا، لكن مو مشكلة. طب نطلع الشاحن. طبعا عشان تكون الصورة انا استخدمت الجهاز، يعني طلعته قبل عشان اسوي برمجة وكذا. هذا هو الشاحن، حتى الشاحن حقه يعني سخيف مرة، ما فيه محول، كأنه شاحن جوال، اللي هو الفيش مو اسلاكه. طيب حلوين، هذا الشاحن. هذا هو الكمبيوتر العجيب اللي هو نسخ لصق الماك بوك، ماك بوك فرع الصين زي ما يسمونه. طيب بس ارتب الحوسه وارجع لكم. طبعا الكرتون هذا ما في شيء خلاص، بس في الكتيبات هذه وتحت ما في شيء فاضي كرتون، بس ارتب الحوسه دي كامله وارجع لكم. طيب رجعنا لكم بعد ما رتبنا الحوسه كامله، وهذا هو الجهاز. طبعا الجهاز لا تعليق، يعني نسخ ولصق من ماك بوك في التصميم، فشيء كويس. التاتش باد فيه كويسه مره، ممتاز التاتش باد، مع اني سمعت ان التاتش باد حقه سيء، لكن ما ادري اذا هم حسنوها على الجيل الاول او لا، لكن هذه ممتازه التاتش باد، يعني ناعمه مره، هذا زي ما تشوفون التحكم حقها ممتاز جدا. طبعا الكيبورد ما يحتاج اقول لكم، طبعا الكيبورد مسكته مريحه مره لانه نسخ لصق من الماك بوك، اكيد شيء طبيعي. طبعا شاشته هذه اللي هي اتش دي، ما هي فول اتش دي، تمشي الحال. المواصفات اللي فيه اللي قبل شوي موجود على الكرتون، هذه هي هنا بالضبط. طبعا الجهاز يجي معه اوفيس مجاني. بس افتح الجهاز بس ثواني. زي ما قلت لكم يعني انا اشتريت الجهاز هذا بالنسبه لي، يلا زي ما قلت لكم هذا الجهاز ما حملت فيه شيء للآن، بس فتحته وهذه مواصفاته. طبعا تصميمه حلو، عشان تشوفون فرق الجهاز هذا عن أي جهاز ثاني. ليش أنا أخذته؟ لأن وزنه طبعا جدا خفيف، يعني لو أتنقل معاي كل سهولة أشيله، خفيف مرة جدا خفيف. طبعا هو مصنوع من
بلاستيك لكن كأنه معدن لكنه مش بطال. في مدخلين USB 2 وفي مدخل SD كارد لو تضيف عليه SD كارد يعني راح يقبل زي الجوال. وفي مدخل السماعات اللي مو ما هي موجودة في الآيفون أو الماك بوك. المهم وفي USB 3 هنا وفي مدخل الشاحن وفي الميني HDMI. هذا تسوي عليه مثل عرض على برزنتيشن عندك شيء في الجامعة فيفيدك جدا يفيدك. طيب أنا أخذت الجهاز هذا أقارنكم في حجمه مع جهاز ثاني اللي هو جهاز القديم اللي هو هذا. هو طبعا الجهاز هذا يكفيكم من حجمه طبعا أكبر منه بواجد. حتى شوف السمك بينهم تقريبا بالضبط زي نصف الحجم أو أقل من النصف في الارتفاع. وغير هذا هذا وزنه تقريبا يا ساتر يا هذا لو تشيل فيه حديد خلاص ضغط لك عضلات. تقريبا وزنه 4 كيلو شيء يعني تقريبا 4 حبات من هذا عشان وزن هذا فشيء ممتاز. طبعا هذا مواصفاته اللي هو عندك الايكورس i7 عليها الرامات 16 جيجا بايت فول اتش دي. صح مواصفاته احسن حتى صناعته الومنيوم هنا بلاستيك صح انك هذا كلش على معك لكن هذا انا مشتري قبل 5 سنوات تقريبا 3900 تقريبا قبل 5 سنوات فمبلغ هنا قيمته ب 500 وكسر يعني 500 شوي وغير هذا نحيف مره يعني انا هذا اهم شيء عندي يعني شوف انا اوريكم كيف الفرق. هذا الجهاز احنا اوريكم الجهاز الثاني. هذا الجهاز الاول طبعا حركه بسيطه بس نحطهم فوق بعض راح يبين كل شيء. طبعا انا بيه فقط زي ما قلت لكم للدراسه الجامعيه لا اكثر عشان كذا يعني شو الفرق بينهم يعني صراحه فرق صح في مداخل اكثر وما ادري كيف اكثر لكن ما زال يعني في التنقل متعب جدا الجهاز هذا اللي هو القديم اقصد اللي هو الاساس لكنه 5 سنوات يعطيه الف عافيه ما قصر اعطان كل شيء لكن من اخر سنتين هذه او اخر السنه دي خلاص اعتقد انه بيودع لكن يعطيه العافيه 5 سنين صراحه كافيه. طبعا هذا هو الجهاز الزد. طبعا في ضمان عليه في السعوديه هنا لمده 2 سنين ضمانه في الرياض نسيت اسم الوكيل والله لكنه شيء مفيد. طبعا في ضمان في الامارات في ضمان عالمي له ما يحسب لك يعني مكان او محدد يعني مكان محدد بالضبط يعني اذا انت في دول الخليج بشكل عام فامورك في السليم. ما اعرف اي مكان ثاني لكن بالنسبه للخليج فامورك في السليم. طبعا انا اخذت ليش اخذت اللون الجولد او شيء انه تغيير عن الجهاز السابق هذا سيلفر هذا واحد. ثاني شيء الجولد جميل شكله يعني مع الاسود طلع حلو لكن والسبب الثاني يعني يوم شفت السيلفر شكله حلو طبعا السيلفر اللي هو زي ذا لكن يا اخي والله يا اخي زي ما اقول لكم والله شلون اقول يعني انحرجت اخذه يعني حرام يعني اخذه واخ شيء يقول عام او ماك بوك ولا شلون نفس الماك بوك صاير. طبعا ما في اي مقارنه بينه والماك بوك ولا 1% لكن على سعره هذا افضل لابتوب تاخذه على سعره وفي الحجم هذا في السماكه ذي هذا افضل لابتوب صراحه. هذا فقط ينفع ما ينفع طبعا تلعب عليها العاب نهائيا ولا تسوي عليه مونتاج ولا تسوي عليه اي شيء. فقط هذا تدخل عليه تصفح وورد الباور بوينت البكسل الاكسل تصفح جوجل تصفح اليوتيوب تنظر افلام بس يعني تقريبا هذا هو. وطبعا بطاريته هنا فيه 10000 ملي امبير تجلس الى 8 ساعات يعني شيء بطل صراحه يعني ينفع خاصه في الجامعه يعني ينفعك مره. تجلس في اماكن مثلا في الكافيتيريا او تجلس في جلسات ما فيها شاحن ومده طويله فيخدمك بشكل عام. واحسن حاجه زي ما قلت لكم فيه السماكه فيه وخفيف جدا 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 خفيف. اذا تبون اي شيء يعني طبعا راح اسوي انا ريفيو بعد ان شاء الله بعد فتره بعد من الاستخدام. الحين ما اقدر احكم عليه هل هو ممتاز ولا مش ممتاز لكن ان شاء الله بعد بعد استخدام يعني مطول 2-3-4 راح انزل فيديو عنه واقول لكم رايي فيه النهائي. لكن مبدئيا الان صراحه الجهاز معجبني حتى ملمسه يا اخي صح انه بلاستيك لكن ممتاز يعني ناعم مره. والجهاز استخدمته يعني اول ما اخذته استخدام بسيط ونظرت كيف وفتحت يمين ويسار ما سخن الجهاز ما حسيت فيه حراره الجهاز نهائيا مبدئيا. طبعا هذا ما تقدر تحكم عليها الان لكن هذا كان شيء مبدئي.
فاللي اشوفه هذا وعلى الجهاز، واكتب لي رايك على الجهاز واي شيء تعرف تبي تعرف على الجهاز في الكومنت، وراح ارد عليك باللي اعرف عنه. طبعا الجهاز كامل مصنوع من البلاستيك، ما هو الالمنيوم، هو شكلا كالمنيوم، لو تقرب يعني كشكل كانه الالمنيوم يعني قريب من الماك بوك يعني، حتى اشوف الناتش اللي هنا موجوده هذه حقه الماك يعني، لكن يعني هو بلاستيك للاسف. طبعا ممكن بلاستيك احسن بالنسبه لي، ترى بتكلم من ناحيه جوده سيئه بالنسبه لي، افضل بلاستيك لانه راح يكون اخف الجهاز بواجد من الالمنيوم. صح الالمنيوم انه يعطيه قوه لو جاء ضربه يمين يسار شيء زي هنا جاء في الجهاز هذا، ما ادري واضحه هنا ولا لا، خل اطلعها اللي هي هنا تكون قبل علامة الاسس جزء دقه من هنا، بس عشان الالمنيوم الحمد لله سلم. انا متاكد لو تجي نفس الضربه هذا من هنا مشكله، يعني يمكن ينكسر البلاستيك اقل شيء بي اذا ما خربت الشاشه. طيب هذا كان عندنا اليوم، كان معكم باسم من قناه S4L هيسوكا، يعطيكم الف الف عافيه والسلام عليكم.